انا حاسس اني بدي اكتشف فيك موهبة تخليني يا اما انا اطعنك او اسلم حالي لامن الدولة. قلت لك يا انسة انا ما بعرف امثل. والله يا انسة شكري بعرف. مين زعلك الان؟ شو بدي انا امثل بدور مسرحية صفية؟ كريم في حد عندك؟ كيف الطف هاي انسة؟ مين؟ كريم مرحبا. السلام عليكم. مرحبا استاذ. انت بتقرب لكريم صح؟ أنا خاله لكريم، يعني خاله وعز الأصدقاء، يعني الخال الروحي تبعي. أهلا. وصراحة أنا بعدني يعني عزابي وفي قمة عطائي، في قمة شبابي، في قمة حيويتي. أوكي. أكون من زنافتك. إيه كريم عيب. آسفين أستاذة معلش، بتعرفي الدعابة بتصير بين الخال. احكي لي إيش بدك أنت، بس أنت أموري. كريم مزعلني. كمان أنت لما يزعلك كريم، ما وهي وقع لأنه مزعلك سبحان، بس بدك منه إيش أنت خبريني أنا خالي. شكرا كثير إلك. هسا ببعث لك الواتس تبعي وإيميلي وحتى ببعث لك صوري في العقبة، صور كثير مرتبة. عفوا. وشو اسمه مقاطع مضحكة بصير ابعث لك يوم الجمعة. شو؟ يا استاذ نحترم خصوصيات بعض لو سمحت، تعرف بالتمثيل؟ شو؟ ايش اللي بعرف بالتمثيل؟ اني عليت صوتي يعني، ايش اللي بعرف بالتمثيل؟ يا بنتي على لو بقدر افرجيك هسه مسج بعت لي اياه الصبح مورغان فريمان تسجيل والله. صوتي والله ما سمعته، بس اكيد يحكي لي يعني عن ادائي اللي اللي عملته في هذا. انا عباره عن يعني واصلا لانه عملنا امبارح مسرحيه في الشارع منزل انا وياه وقال اللي هو الباتشينو، فاكيد بعت لي يعني انا عباره قنبله التمثيل وماشي على ما شاء الله. يعني انت بتتابع مسلسلات برتغاليه؟ اكيد. لا ممتاز الحمد لله. انت عارف قديش انا ماخذ الموضوع جد وقديش بحب اولاد اختي وبدي اساعدهم، حتى كريم لن أتوانى لحظة إني أساعده ويصير أحسن ممثل في العالم، حتى يصير أحسن ممثل في الوطن العربي جميعا. أنت خبيث، بس أنت بتعرف إيش أنا بحب الإخراج والتمثيل والأكشن والكات وهاي الأشياء، بحب أكتشف مواهب. أنا حاسس إني بدي أكتشف فيك موهبة تخليني يا إما أنا أطعنك أو أسلم حالي لأمن الدولة. سامي مالنا، أنا ما بغشك. كريم ركز معي، انت مثلت قبل؟ مثلت اني مهتمة بكلامك. يعني في تجربة. حلو. ايش الحلو؟ شو الحلو يا ايش الحلو يا بسام كوسا؟ شو الحلو؟ مالك انت بالعلا؟ خال انا بدي افرجيك شو يعني تمثيل. انا بدي افرجيكم شو يعني تمثيل. تفضلي يا ست الكل واموري. أنا عارفة مكان ابنك. ابننا؟ أيوة. أنا حقولك على الحكاية كلها من أولها. أصلي بلال شامة كان معش مختي فاطمة بالجواز. فاطمة مو سيف؟ أيوة فاطمة مو سيف. وبعدين بس يا ست الكل ما تكمليش، قلبي وجعني. ابني ضنايا فلزت كبدي. ما تعملش بنفسك كده يا سامي. انا مش سامي، انا جعفر عبد الجواد العمدة. هل اشهدي يا منطقة، اشهدي يا سيدة على كلامي، اشهدوا يا ناس. يا سامي خلص يا زلمي، عاوز الكل يعرف. يا سامي خلص يا سامي، وعملنا اضواء واشكال والوان واضاءه ودراما. خلص يا سامي خلص، طلعت من الراس يا زلمي. مالك يا زلمه؟ خلينا اكمل يا زلمه، دخلت في الشخصيه. منا يا ابن الحلال شخصيه يبلع الكبسه يعني بتطلع منها، يعني دخول الشخصيه مش زي خروجها. هاي بعد ما يعني لازم هذا هسه يكهربني بسلك عشان اطلع من الشخصيه. والله يعني الحق مش عليك، والله على حق علي يا زلمه بيعمل لك قصص. يا كريم وين صافن يا ابن الحلال؟ خلص خلصنا. ولا ايش عملته زبط، عملت الجعفر وشخصيه وخليتنا نفوت المشاعر على الفاضي. في اشي اسمه الخطه الثانيه، شو اسمها؟ بيرسوناليزيشن. ايه يعني استحضار الشخصيات الداخليه في مكتبه الشخصيات اللي جواتي. بس بدكم تساعدوني على المول.